أهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة من الآن، والبداية من الشأن القطري. حالة من الجدل سادت عبر موقع تويتر بعد استقالة رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر الثاني المفاجئة، وكشفت عدد من التقارير أن السبب في الاستقالة هو حديثه عن التواجد التركي في الدوحة، بقوله أنه يخشى على تواجد القوات التركية في الدوحة وفتح بلاده على مصراعيها للنظام التركي. جاء التقرير في الوقت تستعد فيه قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، والتي تأمل أن تعزز اقتصادها وتأثرها الدولي. للمزيد من التفاصيل في هذا الشأن ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمود منصور رئيس الجمعية العربية للدراسات الاستراتيجية. دكتور محمود، برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. بداية، ما هي دلالات هذه الاستقالة وتوقيت هذه الاستقالة؟ أستاذة أنادة، واضح تماما أن الارتباك والتصرفات الصبيانية ما زالت قائمة داخل الديوان الأميري في قطر. ارتباك راجع إلى اهتزاز شخصية الأمير القائم حاليا بالولاية على إمارة قطر. اللي حصل أن الشيخ عبد الله ابن ناصر ابن خليفة الثاني اللي هو كان رئيس الوزراء لحد 3 أيام مضت، الرجل كان هادئ ومتزن وما كانش ليه تدخل في الأمور السياسية، وكان بيقوم بالأعمال البروتوكولية الخاصة بالنيابة عن تميم في المؤتمرات أو في الزيارات اللي كان تميم غير مقبول فيها. نقل عن الشيخ عبد الله بن ناصر إنه قال في العزاء بتاع والدته اللي كان مقام في مدينة الدوحة خوفه من استعمار تركيا لبلاده التي قد ترفض الرحيل مستقبلا، خاصة وأن لها على الأراضي التركية أكثر من 3000 جندي. تميم عالمة أن انقلاب وشيك يؤيده المواطنون ومشايخ من آل ثاني ومن داخل الديوان الأميري نفسه. تمام، وهو المشكلة أن تميم مفتقد الثقة بكل يعني المحيطين. هل هذا توهم من تميم دكتور محمود أم هناك انقلاب حقيقي ربما سيقوم؟ لا، هو موضوع الانقلاب أنا عايشته مع بعض الإخوة والأبناء من المعارضة القطرية وناقشناه في ألمانيا وناقشناه في باريس، وفي الحقيقة في ضجر وحالة يعني عدم رضا كامل عن اللي بيحصل من الأمير الحالي وكان سابقا من والده. ولكن طبعا وجود 3 دول هناك متكفلين بحماية المنظومة القائمة بيخلي على العدد الضئيل من المواطنين ان هم يعني صعب جدا عليهم ان هم يقدموا على مواجهة كل الأسلحة ديت وكل هذه النيران ضدهم. اللي حاصل ان تميم بيعاني نفسيا من الاوضاع التي ورط نفسه فيها، وخوفا من اقتراب انتهاء دوره كممول الارهاب والحروب النفسيه الاعلاميه، بالاضافه الى علاقاته المتعدده مع الاخوان واذرعهم المخربه، ويعلم تماما ان نهايه ذلك العمل الاعمال الدراميه او تلك المرحله الدراميه من تاريخ الشرق الاوسط اتى الوقت الذي تنتهي فيه، وعندئذ لن يكون له دور يلعبه. فهو ارتباطه بأردوغان كمان عمل له مشكلة تانية، لأن أردوغان عنده حلم قيادة الخلافة الإسلامية العثمانية، بينما الجائزة الكبرى اللي كان بيتمناها حمد بن خليفة أبو تميم ووالد تميم وتميم نفسه أنهم كانوا بيحلموا بقيادة حلم الإمبراطورية الإخوانية اللي كان هيبقى عاصمتها الدوحة. وأيضا تأثره بأردوغان دكتور محمود وصل إلى حد أنه بدأ يتبع سياسته القمعية داخل قطر أيضا على القطريين. في الواقع من قبل أردوغان، في الواقع من قبل أردوغان أيام كنت أنا هناك، يعني ناس محترمة، ناس مهذبة، ناس طيبة اتحطت في السجون بلا أي اتهامات حقيقية، إنما هو مجرد ادعاء أو مجرد أقوال بيدعيها بعض الناس عليهم، وهي خلافات بين بعض الأشخاص أدت بالضحايا
الى السجن واحكام بالاعدام زي الرائد حمد المري واخرين زي فهد الملكي. فهد الملكي اتخفف حكم الاعدام الى 25 سنه اشغال شاقه هو وجابر المري. لكن المشكله ان ماذا يفعل عند تميم وهو يرى الامور اللي بتحصل بتجره الى نهاية تميم بدون سند يحمي ولم يبقى له سوى أردوغان بعد أن أصبحت إيران في وضع سيء لا يتيح لها حمايته، وبالإضافة لأنه هو لا يضمن الحامي الأمريكي لأنه يعلم أن الحامي الأمريكي يتحرك باستراتيجيات بعيدة المدى، وأن الاستراتيجية التي كانت تكفل له الحماية انتهى دوره فيها تماما. نعم. طيب دكتور محمود، يعني قطر على مشارف استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، يعني لو تحدثنا اقتصاديا تأثير هذه التخبطات على الوضع أو اقتصاد قطر وعلى الاقتصاد على القطريين في العموم كيف يؤثر ذلك؟ لا شك أن تراجع ميزان الموجودات الأجنبية للبنوك التجارية بعجز 38.3 أي ما يعادل 1.8 مليار ريال، ده بيؤكد أن هناك أزمة اقتصادية كبيرة بتعيشها قطر بالرغم من ثمن الغاز الذي يخرج يوميا من آبار الغاز في الخليج العربي. القطاع الصحي دليل علني وملموس قدام القطريين اللي بيحاولوا يشتكوا ولكن لا يستجيب لهم أحد لأنه لا توجد ميزانيات للإمداد بالاحتياجات الطبية المطلوبة في الوحدات الطبية المحدودة العدد للغاية في قطر. بالإضافة لأن حقوق العمال اللي بيشتغلوا عشان المونديال أصبحت سراب، سواء حقوق إنسانية أو حقوق مادية أو حقوق سكن ومعيشة وعلاج، كل ده أصبح بشكل أزمة. ولكن هناك شيء مضحك ودرامي للغاية ولكنه مضحك في النهاية. فيصل القاسم لو تتذكري حضرتك المذيع الشرس بتاع الاتجاه المعاكس اللي بيقعد يخرب في مخاخ العالم العربي وفي مخاخ الأمة الإسلامية، هو بيهدف لكده لكن هو بقى ورقة محروقة حاليا. فيصل القاسم حاليا في السجن مقبوض عليه علشان خاطر أبدى رأيي أن لابد من إذاعة الخبر بتاع تغيير رئيس الوزراء القطري، لكن رفض رؤيته وأصبح كده هو بيخرج عن حدود دوره المحدد له. يعني هو محاولة قمع الرأي العام، وهناك تشريعات جديدة أصدرت دكتور محمود في قطر لإسكات الرأي العام، يعني وعقوبات منهم من يسجن لأكثر من 5 سنوات ومنهم من يدفع الكثير والكثير من الغرامات. طيب دكتور محمود، هل متوقع أن نرى في الفترة القادمة ربما المزيد من الاستقالات؟ الاستقالات بتمثل عبء حساس جدا على المواطن القطري، لان الاستقاله معناها ان ما فيش مرتب او ما بيسموه معاش هناك، ما فيش مرتب شهري، ما فيش دخل شهري، لان ما فيش مصادر رزق هناك، ما فيش ارض زراعيه، ما فيش مصانع حقيقيه، وبالتالي الناس محتاجه عشان تعيش هي واولادها محتاجين المرتب في بيلتزموا الصمت والخنوع اللي هم مرغمين عليه. وبالتالي انا مش بدور على كده، لا انا المتيقن منه تماما ان دور تميم والبيت الحاكم وليست الاسره، والبيت الحاكم في قطر انتهى دور البيت الحاكم الحالي اللي تم صنعه بواسطه القوى العالميه، والان القوى العالميه على حافه الاستغناء عن هذا الدور لتقوم بأنشطة أخرى بعيدا عن دور هذا التميم. ولكن عندنا رئيس ملحوظة، يعني رئيس الوزراء السابق عبد الله بن ناصر اللي هو أقيل أو نصح بأنه يقدم استقالته حفاظا على ما واجهه أمام الإعلام، لم يكن له دور في منظومة الديوان الأمير السابق سوى تمثيل تميم في زيارات خارجية غير مرغوب فيها، وكذلك الشيخ خالد ابن خليفه ابن عبد العزيز الثاني اللي هو رئيس الوزراء الجديد، ده كان رئيس المراسم في الديوان الاميري،
ومعروف انه راجل لا ليه في السياسه ولا ليه في الدنيا، وده راجل ساكت ومنزوي، ويبدو انه هو برضه بيعاني من مشاكل تربويه او سلوكيه، فعنده حاله اكتئاب مستمر. هذا هو رئيس الوزراء الجديد في قطر. يعني تميم ياتي بمن يستطيع السيطره عليهم واسكاتهم؟ ده اللي ما مش اسكاتهم، ده اللي هم بيجيب ناس هتفضل ساكته طول عمرها وهتفضل ساكته بطبيعتها بقيت عمرها. نعم تمام. نعم الدكتور محمود منصور رئيس الجمعية العربية للدراسات الاستراتيجية كنت معي هاتفيا، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا.